اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج لقاء الراي. اليوم معانا ضيف مميز والحديث حيوي جدا عن امن مطار الكويت. معانا اللواء وليد احمد الصالح مدير عام الإدارة العامة لامن المطار. اهلا وسهلا فيك. اهلا حياك الله ورحب في تلفزيون راي على هذه الاستضافة. اهلا وسهلا فيك. احنا وصلتنا معلومات انك غادرت قبل ايام الى الولايات المتحدة الامريكية، وعرفنا انك قابلت وفد من هيئة الطيران الامريكي لاطلاعهم على سلامة الاجراءات الامنية في مطار الكويت تمهيدا للطيران المباشر من الكويت، وفي المقابل راح يزورنا وفد امريكي قريبا للتباحث في الامر. متى تتوقع الطيران المباشر الى الولايات المتحدة دون توقف للاجراءات الامنية؟ طبعا انا كلفت من وزاره الداخليه اني امثل وزاره الداخليه ضمن نعم. وفد من الطيران المدني وخطوط الجويه الكويتيه لمقابله المسؤولين في الولايات المتحده الامريكيه لمناقشه الوضع الدائر في الوضع الحالي بالنسبه الى طيران الخطوط الجوية الكويتية مباشرة إلى نيويورك. ولله الحمد وفقنا في هذا الاجتماع، وإن شاء الله يعني راح تكون في أخبار جدا طيبة بخصوص مغادرة طيران الخطوط الجوية الكويتية مباشرة إلى نيويورك. نعم، طبعا هذه يعني المباحثات صارت في ظل الأوضاع الأمنية من العمليات التخريبية حول العالم. هل هناك إجراءات متخذة لتدعيم مستوى الأمن في مطار الكويت الدولي؟ طبعا هي طبعا هذه المعايير معايير دولية تطبق في جميع مطارات العالم، وبحكم أن هذه المعايير لها منظمة قائمة تقوم بمتابعة تطبيق هذه الإجراءات، فمن خلال وجود هذه الهيئة أو هذه المنظمة في مطار دولة الكويت قد يكون لاحظوا بعض الإجراءات قد يكون فيها قصور أو فيها زيادة فيها يعني. فعلى هذا الأساس يعني كان لابد من زيادة هذه الإجراءات من خلال زيادة أعداد أو من خلال تجديد أجهزة. وعلى هذا الأمر طبعا بدأت يعني بالنسبة إلى الإجراءات الأمنية أنها نقوم في عملية تطويرها من خلال التعاون ما بين الطيران المدني وما بين وزارة الداخلية وكذلك الخطوط الجوية الكويتية. وإن شاء الله يعني إحنا قادرين أن نوصل إلى المرحلة اللي تغادر فيها طيران خطوط الجوية الكويتية مباشرة إلى نيويورك. نعم، في يعني سمعنا أن في استعانة من شركات عالمية للمساعدة في التفتيش الأمني. أين هي الكوادر الوطنية؟ ليش ما يتم تدريب الكوادر الوطنية؟ لا، بالنسبة إلى الشركة الأمنية طبعا هذا متطلب دولي يعني في جميع مطارات العالم، وهذا لا يعني أن هناك في قصور بالنسبة إلى الكوادر. بالعكس إحنا عندنا كوادر الآن وصلت إلى مرحلة الاحترافية من خلال التدريبات، من خلال المدارس الخاصة بالتفتيش الأمني، كذلك عندنا الآن مجهزين في مركز تدريب راح يكون على مستوى، هذا راح يكون يقوم في تهيئة العناصر والكوادر لوزارة الداخلية ذو كفاءة في تطبيق هذه الإجراءات. لكن مثل ما قلت لك الشركة هذا متطلب من خلال الهيئات وحسب القانون الدولي هذا اللي سبب تواجدهم. نعم، لكن ما هو قصور في الكوادر، بالعكس يعني احنا الان ان شاء الله نكون وصلنا الى مرحله يعني اعتقد ان احنا وصلنا الى مرحله احترافيه في تطبيق الاجراءات الامنيه. نعم، وهذا نفس الشيء بالنسبه للتطبيقي الحين في مستحدثين تخصص. نعم احنا شوف على يعني الطيران بالنسبه الى العناصر او بالنسبه الى الكوادر، عندنا طبعا في عندنا عدة جهات احنا نستعين فيها، طبعا في عندنا وزارة الداخلية في قطاعات ميدانية. نعم.
لها جانب بالتفتيش احنا نستعين فيها. طبعا هذه في المواسم وليس يعني طول السنة، في مواسم نحتاج إلى كوادر لإسناد قوة المطار في موسم معين. الآن احنا استحدثنا شيء جديد، احنا الآن في عندنا طلبة ومشكورين تعليم تطبيقي، الآن إن شاء الله يعني يمكن أواخر السنة هذه راح يتم تخريج أول دفعة تخصص تفتيش أمني، وعدد يعني أكثر من 150 طالب راح يكونون من كوادر الإدارة العامة لأمن المطار. أيضا مثل ما قلنا بالبداية الإدارات الأخرى أو القطاعات الأخرى متمثلة في القوات الخاصة، كذلك مديريات الأمن، عدة قطاعات قاعدة تسندنا بس في المواسم هذه، وإن شاء الله إحنا في المستقبل. عشان كذي تمت الاستعانة تقريبا ب 150 عسكري من القوات الخاصة. طبعا إحنا الصيف يعني هذه مو يعني هل هناك يعني معاناة مثلا من نقص العناصر أم هذه يعني زيادة الإجراءات الأمنية؟ لا وشوف يعني إحنا يعني كمطار محتاجين إلى نفس المستوى خلال على مدى 24 ساعة. أنا علشان أظهر بهذا المستوى خلال 24 ساعة لازم تكون عندي كوادر بنفس المستوى وبنفس العدد. يمكن يكون عندي أنا العدد يقصر في يعني مراحل معينة، لازم أني أنا أستعين وأسند. فترة الصيف هي فترة الذروة اللي تكون فيها اللي يكون فيها مطار مزدحم، فأنا أحتاج إلى كوادر تسندني في هذا. وهذا بالعكس يعني هذا أتوقع أن في جميع مطارات العالم ممكن أنت يصير فيها عملية إسناد من نفس الجهة يعني. تفضلي. فعشان كذي يعني تم الاستعانة بالعسكريين من القوات الخاصة لضمان يعني تطبيق أو تنفيذ الاستمرارية، ضمان الاستمرارية بنفس المستوى. والإجراء الأمني يحتاج إلى استمرارية، وبعدين الإجراء الأمني ما يتحمل الخطأ. والإجراء الأمني يعني خط حمر ما نقدر إن إحنا يعني ينزل المستوى في أي فترة من الفترات. نعم، بالنسبة للإجراءات الأمنية، أجهزة البصمة الآلية في المطار لتوثيق الدخول والخروج، هل هذه الأجهزة دقيقة؟ يعني هل هي حديثة؟ طبعاً 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 دقيقة جداً. طبعاً طبعاً دقيقة جداً، لا تحمل خطأ. هاي البصمة يعني مرتبطة مع الأدلة الجنائية، مرتبطة مع جهات أخرى، فالخطأ فيها صعب جداً. صعب جداً يعني ما صارت حالات خطأ لا لا فيها؟ لا لا لا، بصمة. نعم. بصمة. نعم. أيضا يعني في تشير معلومات إلى وجود حوالي 800,000 مسجلين على قوائم منع دخول البلاد عبر سنوات طويلة ماضية، يعني هل هذا يشكل عبء زيادة أو ممكن هذا العبء يكون سبب في حدوث أخطاء؟ هي بالنسبة إلى قائمة المنع، طبعا إحنا جهة منفذة. نعم. إحنا عندنا مسافر ندخل بيانات من خلال المستند الرسمي اللي عنده، سواء كان جواز أو كانت بطاقة مدنية. شنو اللي يظهر بالشاشة احنا ننفذ. نعم. طبعا احنا جهة منفذة لتطبيق اي اجراء قضائي موجود بالنسبة الى المسافر. نعم. يعني احنا ما نقوم في عملية ادخال او عملية، لا، احنا اي مسافر نبحث عنه استعلام الامني من خلال المستند الرسمي اللي يظهر عندنا، احنا اللي نطبقه. نعم. انتم ادارة امن المطار؟ نعم. تتبع لكم إدارة الجوازات. نعم. إدارة أمن المطار. نعم. إدارة مباحث المطار، الرقابة الأمنية. الرقابة الأمنية. نعم. وإدارة العمليات وإدارة المراسم. بالضبط. هذه كلها تحت إدارتكم. نعم. والله يعينك. لا هذا يعني شلون تشتغل يعني الله يعينك. طبعا أنا سمعت من تحرياتي عنك أن حتى تشتغل بالأعياد وبالعطل. والله هذا واجب يعني، هذا يعني الحمد لله يعني انا واخواني وزملائي بصراحه. نعم. يعني عبر قناه الراي انا اشكرهم جدا جدا. نعم. يعني على تعاونهم وعلى مجهودهم وعلى معنويتهم حتى خلال فتره الاعياد والعطل الرسميه متواجدين، وهذا واجب يعني. هذا مطار يعني، ما هو جهه ممكن اذا انتهى الدوام انت تروح البيت وبعدين تنطلي الصبح، لا، هذا دوام المطار مختلف اختلاف كلي عن اي قطاع اخر، بحكم ان مطار دولة الكويت طبعا يشتغل 24 ساعة، اجواء مفتوحة، محتاج الى نفس المستوى نفس الرتم.
فهذا محتاج إلى تواجد يعني ومجهود. نعم، مؤخرا طبقت الداخلية التأشيرة الإلكترونية للراغبين في الزيارة بإرسال الطلب إلكترونيا، شلون تقيم هذه التجربة؟ والله هذا طبعا يعني يشهد له لوزارة الداخلية. نعم. لأن الآن احنا صرنا في مصاف الدول المتقدمة، يعني إذا أنت كوزارة الداخلية تحط بصمة إلكترونية من خلال للدخول على نظام وزارة الداخلية وتحط الشروط والإجراءات، وبعدين أنت تحصل على فيزا أو تحصل على تأشيرة، هذا شيء طيب. يعني خلال ساعات، إذا مو خلال يعني يوم، أنت تأخذ هذه التأشيرة، ومجرد ما تيك الموافقة عن طريق مسج على طول تقدر تقطع تذكرتك وتطير إلى الكويت، وبعدين في إجراءات إدارية بسيطة جدا جدا تحصل على التأشيرة وتدخل، وهذه تحسب لوزارة الداخلية بصراحة. نعم، رح ناخذ أول فاصل بالحلقة ونعود لكم مشاهدينا. رجعنا معكم مشاهدينا في حلقة برنامج لقاء الرأي مع اللواء وليد أحمد الصالح، مدير عام الإدارة العامة لأمن المطار. راح نستكمل الحوار مع سعادة اللواء، ولكن نبي نشوف آراء الناس في هذا التقرير. في مثل هذا الوقت من كل عام تعصف موجة من الازدحامات بمطار الكويت الدولي، نظرا لارتفاع أعداد المسافرين بهدف قضاء عطلة الصيف وازدياد حركة المسافرين من الوافدين العاملين في الكويت، مما يدفع بشركات الطيران إلى زيادة عدد رحلاتها لاستيعاب الأعداد. الرأي جالت في مطار الكويت واستطلعت آراء المسافرين، فكان لكل منهم ملاحظاته. المواقف، شوفت عينك بحت، يعني تبي لها تفسير؟ زحمة زحمة، واصلة وين؟ زحمة وين واصلة؟ يعني هذه الذروة زين. فاحنا قاعد اقول لك هذه المواقف، المطار انه سوق مفتوح اوبن، اوكي، انت مسوي سوق، فشيء طبيعي انك لازم تتعرض لهالشغله هذه، سوق، اوكي، تتعرض لهالشغله هذه لازم يصير. يعني انت شلون تقدر تقول له لا تروح او لا تدش المطار او ما تدش المطار الا تسوي تفتيش برا، وهم يسوي زحمه. اهم لاحظه هي المواقف، مواقف السيارات خاصه بالصيف، الحين اجازات ما تلقى موقف للسياره يعني فاضي الحين، خاصة مواقف طويلة الأمد كلها فل. الأمتعة خصوصا بالعودة لما تجي تاخذ الجناط مالتك تطول حيل، يعني مرة أنا انتظرت ساعة ونص تقريبا لين استلم الجناط حقك. المحلات اللي موجودة في المطار دائما تكون داخل المطار، في المطارات، بينما احنا نشوف ان المحلات كلها خارجية، وما نشوف سوق حر الا القليل يعني، ومطارات عادية. هذا شيء. الشيء الثاني بالنسبة لدخول المودعين المستقبلين، انا اتوقع يعني ترى المطار اللي تشوف اللي فيه كلهم ما تشوف حتى 10% مسافرين، بس انا بشي شغله واحده بالنسبه للمواقف اللي برا، يعني شرطه المرور جزاهم الله خير ما قصروا، بس هم يبي تشديد اكثر، يبي وجود اكثر المرور شرطه المرور. بس هم عندك سافة المطاعم الكثيره موجوده هنا، اغلب المطارات في العالم ما يحط لك اياها برا، يعني تروح اي مطار سواء كانت في اوروبا في امريكا في اليابان تلقى مطاعم هذه حق اللي يسافرون داخل، اللي برا فيري مينيمال راح تكون جدا قليله، اللي هو بس كافي واحد كافي شوب اثنين او ثلاثه. اما المحلات المطاعم الكافيهات كلها تكون بعد الجوازات داخل حق المسافرين، فبالتالي تلقى الحين الغير مسافر في الفتره هذه اكثر بكثير من المسافرين. شركات الاتصالات خلصها في المطار مثلا او مر البنك في المطار لانها متوفره، عرفت؟ لكن لو انها مثلا كل هذه خدمات للمسافر فقط، اللي المودع يجي يسلم ويتوكل على الله، عرفت؟ هذه من ضمن الشغلات اللي انا ما اشوفها الا مطار الكويت للامانه. يعني انا كنت جاي اوصل اولادي وهم مسافرين، فعلشان اخش المدخل بتاع الموقف السيارات اضطريت ان انزل تحت تاني واخش من بره والف من بره خالص واخش من بره، فمش عارف البوابه اللي فوق اتقفلت كانت مقفوله ليه. وانا جاي دلوقتي قافلين الباركينج اللي انا مثلا مفروض بعد ما انزل شنطتي اخش، فاضطريت اسيب اهلي وشنطي وحالي وانزل تحت في الباركن اللي تحت واطلع مره تاني. ورغم كثره تذمر المسافرين من الازدحامات في محيط المطار، الا ان الاشاده باجراءات الامن والسلامه واجراءات تفتيش الامتعه والجمارك كانت ضمن ابرز الامور التي تكلموا عنها. انا اشيد جدا بالاجراءات الامنيه في المطار، واشيد ايضا بالاجراءات في بالنسبه للجمارك. كل سهل لنا كل شيء، طلبنا ويلتشير جابوا حق الحجيه والوزن وكل شيء، وللان ماشي الامور الحمد لله رب العالمين. انا ترى لي 48 سنه في الكويت،
كل مرة بيكون أفضل من قبل. أول مرة أشوفه أن ألاقي في فرد أمن ماسك رشاش داخل المطار، دي بصراحة سابقة. بالنسبة للنظام، النظام فوق الممتاز بصراحة، بس ينقص أن كان في جهاز تفتيش للحقائب قبل الدخول على صالة المطار، دي ما لقيتهاش، ما عرفش اتشالت ليه. يعني الشيء الطبيعي ان الانسان اللي داخل المطار يتفتش، يتحط الشنط بتاعته في الحقائب علشان لو فيها اي حاجة ولا اي شيء. وخلال حديثهم طالب المسافرون بأهمية اخذ ملاحظاتهم بعين الاعتبار لعدم تكرار حدوثها في مبنى مطار الكويت الجديد. خالد الفارس، الراي. شفنا مشاهدينا هذا التقرير من المطار والذي أعده لنا زميلنا خالد الفارس. سعادة اللواء، شفت مشاكل الناس، يعني زحمة المواقف، المطاعم اللي موجودة قبل دخول المطار، الزحمة هذه اللي دائما نشوفها، هل يعني حاولتوا تعالجونها في خطط معينة؟ لأن هذه المواسم يعني صارت تقريبا بشكل مكرر يعني للمسافرين أو للعائدين. طبعا موسم السفر ينحصر في فترة الصيف، هذا محسوب الكل متعارف عليه. نعم. لكن مطار الكويت مثل ما قلت في البداية، مطار الكويت أجواء مفتوحة، مطار الكويت 24 ساعة شغال إقلاع ووصول، زائد أن مطار الكويت ليس بمطار فقط، مطار الكويت يعتبر منشأة هامة. ليش؟ يعني أنا سمعت التقرير وأغلب اللي تكلموا بالتقرير تكلموا عن المواقف وتكلموا عن المحلات التجارية. نعم. زين، هذا قدرنا، هذا مطارنا، شلون يعني نسد المطار ونروح البيت؟ لا، لازم إن إحنا يعني نتكيف مع هذا، مع هذه المنشأة. إحنا بصراحة بقدر الإمكانيات وبقدر القدرة المساحة الخاصة بالمطار احنا قادرين نتكيف، لكن اكيد بتصير بعض الامور نوعا ما يعني، لكن مو ذاك العارض اللي الواحد يقول والله مطار الكويت سيء او مطار الكويت مزدحم. وبعدين انا كلمة مزدحم انا صراحة انا شايلها من قاموسي، انا احط كثافة. يعني انا اذا تكلمت عن عدد الرحلات باليوم ما يقارب 160 رحلة إقلاع، 160 رحلة إقلاع باليوم. باليوم في عندنا شركات طيران ذات كثافة مسافرين، يعني توصل حروة 500 راكب. زين، إذا توالمت هذه الطائرات أربع خمس طائرات حزة واحدة، شو يصير عندك أنت المطار؟ أكيد بيصير عندي كثافة. نعم. نرجع إلى المواقف، إذا أنا عندي ما يقارب من 35 إلى 40 ألف مسافر، ما بين مسافر ما بين قادم. زين، هذيلا أكيد راح في لهم. هذا باليوم؟ باليوم 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 45 يعني هذا يمكن السنة هذه بعد شوي أقل، يعني السنة اللي فاتت وصلنا إحنا 50 ألف. يعني إذا إحنا قسمناها على 24 ساعة يعني عندك أنت 1500 مسافر بالساعة، يعني 1500 سيارة إذا كل مسافر سيارة. ما شاء الله احنا اهالينا اذا واحد بيسافر شكله بقله يوله، او حتى بالاستقبال ايضا كذلك. زين، يعني القدره الاستيعابيه للمواقف 1600 سياره تقريبا. نعم. زين، يعني شلون احنا نكيف حالنا؟ يعني عفي عليهم صراحه، يعني المرور انهم قادرين ينظمون الامر، يعني خصوصا انه 24 ساعه، يعني توالم معاه شمس حر، توالم معاه بلشته برد ومطر. نعم. لكن يعني احنا ما ابي انه يكون الزحمه يكون عائق او انه يكون سبب ان احنا نسيء لمطار داود الكويت، لا بالعكس، انا افتخر. احنا قاعدين نشوف بعيننا يعني رجال الامن وجهودهم في هذا الحر وفي الزحمه، وما حد قاعد يلومكم لان المطار مبنى قديم والكثافه السكانيه. نعم. زادت خلال هذه السنوات. نعم. ما حد قاعد يلومكم، ولكن يعني معالجه الزحمه في هذه احنا قاعدين نعالجها. تدري شنو المعالجه؟ يعني انا تجيني كثير من الاتصالات. نعم. ليش انتم سادين صعدة الجسر؟
الناس مي فاهمه ليش. زين احنا عندنا خطه، احنا عندنا خطه نحطها قبل كل موسم استراتيجيه، نحط خطه امنيه بعد الموسم، ندرس شنو الايجابيات شنو السلبيات شنو ممكن احنا نضيفه شنو. يعني بصراحه يعني وزاره الداخليه ما قصرت، يعني الدعم الكبير اللي صراحه دعمنا فيه معالي نائب رئيس الوزراء ووزير الداخليه الشيخ خالد الجراح الصباح، بصراحه يعني دعم كبير اعطانا اياه، اشراف المباشر اللي قاعدين من سعاده الفريق محمود الدوسري كذلك، هذه يعني كلها دافع، المتابعه من سعاده الوكيل المساعد اللي هو منصور العوضي، يعني كل هذا الدعم قاعد يجينا، احنا لازم نبين وفعلا احنا قاعد نبينه، لكن هذا قدرنا، المطار هذا حجمه، المواقف هذه سعتها، زادت شنو؟ زادت كثافة المسافرين. زين لازم يصير في نوعا ما في اوقات الجسر ما نلاقي فيه شيء. يمكن انا برجع حق النقطة اللي انا تكلمت فيها بالنسبة حق التفتيش، احنا ما نسوي تفتيش ان احنا والله قاعدين نشيك على، لا احنا قاعدين نحط توازن ما بين السيارات اللي صاعدة فوق الجسر على اساس عملية المقادرة، وكذلك الوصول، يعني في عملية اتصال ما بين العناصر الأمنية المتواجدة في الجسر واللي على نقطة التفتيش، يعني ندخل احنا 50 سيارة او ندخل 60 سيارة مع بعض، بحيث انه اذا انت جيت تلاقي لك موقف وبراهات، زدنا خلينا الان موقفين، ممكن انت توقف على راحتك، ينزلون مثلا الاشخاص اللي في السيارة، تنزل حقائبك، نعطيك دقيقة دقيقتين ثلاث، لكن اذا انت بتيني عندك ثلاث اربع سيارات، وبعض الاشخاص بصراحة جدا متعاونين وانا اشكرهم. نعم يعني حتى الثقافة الآن في المواطنين والمقيمين بالعكس شيء يعني شيء يشرف، احنا نستانس، لكن في أقليات يمكن هذه الأقليات تسبب لك مثلا نوع من العرقلة بالسير او، لكن انا ما احس ان في زحمة. الزحمة من حقه، زين يا اخي احنا قلنا تعال خاصة بالفترة هذه فترة الصيف تعال قبل ثلاث ساعات، واحنا قسمناها، انا قسمتها شلون؟ يعني انت بتاخذ لك مثلا اذا بتاخذ لك ساعه، اذا انت تقول لي زحمه بتاخذ لك ساعه مرور، بتاخذ لك ساعه تشيك ان، بتاخذ لك ساعه تفتيش. انا اتوالم مع مسافرين بالترانزيت يقولون ملينا من القعده، قلت له ليش؟ يقول والله بصراحه خلصت، انا استانس. وفي ساعات لا والله مثل ما قلت لك بالبدايه في طائرات عندنا اربع خمس طائرات توالم حزة واحدة، لا في كثافة. الأمر الآخر مطار الكويت منشأة عامة مثل ما قلت في البداية، يسبقه محلات تجارية وبعدين شركات الطيران وبعدين تدخل أنت الإجراءات اللي هي السفر اللي هي ما بين تفتيش وما بين جوازات. احنا أيضا حطينا استراتيجية حق هذا الأمر، قلنا يا جماعة حياك الله المطار، لكن إذا في ساعة معينة عندنا صالة المغادرة مكتظة أو كثافة بالمسافرين، أنا قاعد أقول إذا أنت جاي مثلا تبي تسوق بتروح مثلا مطعم بتروح كافيه بتروح، أقول لك تعالي بعد ساعة. يعني ما شاء الله السوق اللي موجود عندنا محلات صرافة، عندنا سفريات، عندنا مطاعم، عندنا كافيهات، عندنا كأنه مول تلفونات. صغير يعني. عندنا ثلاث بنوك يعني مول، واكثر الناس ما شاء الله عليهم ما يجون بالليل لان 24 ساعه فاتح، بالعكس حياهم الله ونرحب فيهم لكن يعني يساعدونا في ساعه الذروه، اذا صارت عندنا الصاله مكتظه لا نقول لهم ما يخالف تعال بعد ساعه، تعال بعد نص ساعه، لان رجل الامن الموجود، لان احنا حطينا مفارز يمكن في انا سمعت شخص تكلم، وبالعكس هذا يعني يدل على الوعي، الان الوعي الامني وصل لقايه المجتمع. يقول ان الجنطه ما تفتش، ما في مطارات
بالعالم في تفتيش عند الباب. ليش؟ لأنه على طول ينزل يدخل المطار على طول تشيك إن، وهو هم يلاحظون هذا الأمر. ليش؟ لأنه يمشي مسافة لغاية ما يوصل إلى شركات الطيران. نعم. لكن إحنا إذا بنحط تفتيش على الباب راح تزيد الزحمة. طيب يمكن يكون يعني هذا الحل للزحمة يعني يصير على حساب الإجراءات الأمنية؟ لا الإجراءات الأمنية مطبقة وإحنا مطبقينها دبل. يعني كثير من الليون يفتشون على مطار دولة الكويت يقولون أنتم إجراءاتكم الأمنية مطبقة دبل. عندنا إجراء أمني قبل دخولك منطقة ترانزيت، وعندنا إجراء أمني بعد قبل دخولك الطائرات. وهذا شيء يعني بالعكس هذا يعزز يعني وخلال يعني الزحمة وساعات يصير فوضى مثل ما قلت. بعض الجاليات يعني ممكن تسبب الفوضى ساعات يعني مثلا في عن ساعات هم شفنا بعيننا يعني في نوع من الفوضى. هل هناك سيطرة أمنية في هذه الحالة اللي احنا نشوفها احنا كمواطنين نشوفها؟ هل انتم بالنسبة لكم يعني في سيطرة على هذا الوضع؟ طبعا احنا ما في، وهو نظام الآن صار، أنا أعتبر مطار الكويت الآن في استراتيجية قاعد يمشون عليها. الآن مثل ما قلتش قبل شوي المجتمع الكويتي صارت فيه ثقافة، وأنا أشكرهم مرة ثانية على هذا الأمر. صار يعني تعاون معاك، يعني ما تقدر أنت الآن، قبل كنا نقول مثلا خلك صف طابور أو أبرز جوازك هويتك مش عارف، الآن خلاص صارت فيه آلية معينة. الآن أنت اي شخص يدخل مطار المطار عارف شو يسوي، وهذا شيء طيب. هذا دليل على ان انت ناجح في برنامجك الامني، انت ناجح في خطتك. نعم. وايضا دليل ذلك ان احنا في نهايه كل موسم نعمل دراسه للخطه الصيفيه السابقه، من معاول، من سلبيات، من ايجابيات، من اقتراحات، هذه كلها احنا قاعدين ندرسها. فهذا يعني يعطيكم ألف عافية، هذا الشيء قاعد نشوفه يعني بعيننا، ولكن راح نكمل هذا الحوار بعد هذا الفاصل. فاصل مشاهدينا وسنعود. رجعنا مع اللواء وليد أحمد الصالح مدير عام الإدارة العامة لأمن المطار. سعادة اللواء، في يعني في خضم هذه الزحمة في إجراءات إضافية لتعزيز الأمن، في جولات تفتيشية، في نقاط تفتيشية، شلون الطريقة يعني؟ طبعا هو من ضمن الخطة الأمنية، وحسب الآن الظروف على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي لازم تكون هناك في تدابير احترازية، أيضا في رقابة أمنية، في قوة قد يعني لا سمح الله يحدث أي شيء ممكن يخل بالأمن داخل المطار. في عندنا قوة إسراد الآن، هذه من ضمن الخطة الجديدة. كذلك في قوة تعزيز موجودة لتعامل مع أي حدث لا سمح الله يصير في مطار دولة الكويت، بجانب النقاط اللي حطيناها في أول دخولك المطار وقبل دخولك بالنسبة إلى شركات الطيران اللي تبي تسوي تشيك إن. طبعا هذه القوة طبعا مدربة تدريب مختلف عن رجال التفتيش وأمن المطار، هذه لا مدربين تدريب متكامل لهم القدرة أنهم يتعاملون مع أي حدث يحصل داخل المطار وحول محيط المطار، وأيضا مجهزين طبعا بمعدات وأسلحة حديثة جدا على أساس أنه في تحقيق الأمن والأمان وسلامة الطائرات. نعم، يعني لما تصير حوادث مثلا تخريبية مثل ما صارت في مطار بروكسل مثلا أو تركيا، هل يعني تدرسون هذه الحوادث وتشوفون إمكانية تفاديها بالكويت؟ نعم، هو طبعا أنت عندك الآن حسب المعايير الدولية لتطبيق الإجراءات هذه في تواصل، إذا مو يعني يومي شبه يومي، وإحنا ندرس الأحداث اللي تصير في أي مطار بالعالم. نعم. لأن أنت عارفة العمليات التخريبية هذه واردة في أي مكان وواردة في أي وقت، وممكن يكون في أمور أنت ما تدري عنها. فعلى هذا الأساس إحنا يمكن يتفاجئون إخواننا المسافرين في بعض الإجراءات اللي نتخذها قبل دخولهم منطقة الترانزيت وقبل دخولهم الطائرات بما يخص الممنوعات وبما يخص المسموح فيه وغير مسموح فيه.
فهذه إجراءات دولية يعني يعمل فيها في جميع مطارات العالم وليس في مطار دولة الكويت. وأيضا في مراقبة لهذه الإجراءات، يعني أنا ما أقدر يعني أتنازل عن أي إجراء متبع في جميع مطارات العالم. يعني يطبقون المعايير الدولية؟ بالضبط بالضبط، المعايير الدولية بالضبط. وتتعارض مع المعايير المحلية؟ لا، هي لازم ما تتعارض معه، يعني لازم ما تتعارض مع المعايير اللي موجودة. مثلا الضبطية القضائية، الضبطية القضائية هذه خاصة برجال الأمن. نعم. يعني مطار دولة الكويت فيه تقريبا أربع جهات تعمل فيه: وزارة الداخلية، الطيران المدني، والجمارك، زائد اللي هم شركات الطيران ممثلة بخطوط الكويتية كناقل محلي والشركات الأخرى. لازم هذيلا كلهم يعملون في إطار واحد بما لا يتعارض معه القوانين الدولية وحسب برنامج الأمن الوطني وبرنامج أمن المطار. برنامج أمن المطار اللي هو ما بين وزارة الداخلية وما بين الطيران المدني. نعم. يعني عملية الإجراءات، شلون نطبق الإجراءات. أيضا الطيران المدني يضع آلية كاملة بالنسبة إلى برنامج الأمن الوطني، من معدات، من أعداد العناصر، كيفية تطبيق إجراءات التفتيش. نعم. هذه كلها طبعا مجتمعة للجهات اللي أنا ذكرتها في تحقيق يعني الأمن والأمان وسلامة الطائرات. يعني احنا نتكلم عن أمن المطار وعندنا أمن الطائرات كذلك يدخل كجزء رئيسي بالنسبة إلى الإدارة العامة لأمن المطار. أيضا بعد سلامة الطائرات. بالضبط، سلامة الطائرات هذا طبعا شيء رئيسي. الله يعينكم. بعض المسافرين، يعني البعض يقول أن الأجهزة، بما أن المبنى قديم، نعم، يعتقدون أن الأجهزة في مطار الكويت، أجهزة التفتيش، هي أجهزة يعني انتهت صلاحيتها، وأن هذه الأجهزة ممكن أن تمر عليها طرق المهربين الجديدة. يلا وينها؟ صحيح هذا الكلام؟ وينها؟ إحنا الآن بالعكس إحنا نفتخر أن مطار دولة الكويت ما سجلت عليه أي حادثة خاصة بالمطار، سواء كان كمنشأة والطائرات. هذا دليل دليل شنو؟ دليل على أن أنت قاعد تستخدم أحدث المعدات، أنت قاعد تدرب العناصر بأحدث تدريب. إحنا وصلنا إلى مستوى المتقدم والمحترف في الإجراءات الأمنية للتفتيش. يعني دليل نجاحه شنو؟ أنه ما في أي ضرر. هذا اللي حاصل. وهذا مع أنكم يعني تشتغلون 24 ساعة. بالضبط، المعدات الموجودة يمكن في شغلة راح أذكرها بالنسبة إلى يمكن يكونون يقولون أن مطار في زحمة في الجوازات أو في كذا أو في كذا. إنزين، هذه المعدات قاعدة تشغل 24 ساعة، أنا ما عندي بريك للمعدة على أساس أن أعمل له مثل أبديت أو أعمل له صيانة أو أعمل له مثل مطارات العالم. مطارات العالم تبند الساعة 12 بالليل لغاية الساعة 6:30، هني يقدر يعيد تنظيمه، أنا ما عندي وقت. فيسامحونا اخواننا المسافرين اذا والمنا يعني ساعه خلال شهر معين، اي شهر يمكن تجينا ساعه اعاده تنظيم هنا يصير. وهذا يمكن حصلت لنا مره خلال السنه هذه، انا استانست صراحه لان حسيت تعاون كبير وصراحه من المسافرين، لان حسوا بالشغل. انت تي كمسافر تلاحظ ان الكاونترات مليانه من عاملين، من ضباط وأفراد ومدنيين قاعد يشتغلون، وتشوف الطوابير موجودة. زين، شو اللي قاصر؟ ما قاصر شيء، مجرد في كثافة. فهذا الأمر أنا أشكر فيه بصراحة جميع المسافرين من مواطنين ومن وافدين. نعم، يعني كونكم إدارتكم جزء من منظومة يعني المنظومة العاملة في المطار. سمعنا عن المطار المساند. نعم. شنو المطار المساند؟ هو المطار المساند الآن تغير اسمه، صار تي 4، يعني بحكم توزيع المطارات. طبعا إن شاء الله هذا مطار يمكن على الربع الأول من 2018 إن شاء الله راح يرى النور، مجهز بأحدث تجهيزات من معدات
راح يكون نسخة مختلفة عن المطار الحالي، بحكم أنه طبعا مطار الحالي يعني بنيان قديم وتصميم تصميم قديم، لكن إن شاء الله T4 راح يكون إن شاء الله من الـ وراح تخف الزحمة مع هذا المطار. أكيد يعني إحنا نتكلم عن المطار إن شاء الله، المطار الجديد القدرة الاستيعابية يمكن 4.5 مليون. نعم. المطار الحالي تقريبا مقاربة إذا ما كان 5 مليون. إحنا السنة هذه إحنا الآن بالنصف الأول، انتهينا من النصف الأول من 2017 تعدينا 5 مليون. يعني المفروض احنا الحين نكون خلصنا القدرة الاستيعابية لمطار الدولي الحالي، خلصناها واحنا بعدنا شهر. الان احنا شهر 7، يعني باقي لنا حوالي 5 شهور، يعني راح نتعدى 10-11 مليون. ترى في ارقام يعني جهد جبار. متى تتوقعون اول اقلاع من المطار المساند؟ والله اذا الله قدر ان شاء الله يعني النصف الثاني يعني من 2018 ان شاء الله، هذا حسب اللي يعني من 2018 اي السنه الجايه ان شاء الله. السنه الجايه ان شاء الله. سوف نكمل هذا الحوار مشاهدينا مع هذا الفاصل او بعد هذا الفاصل السريع. رجعنا مشاهدينا في برنامج لقاء الراي مع سعاده اللواء السيد وليد احمد الصالح. احنا سمعنا اثناء تحضير الحلقة من بعض العاملين في مطار الكويت الدولي قالوا ان هذا اللواء كسر المطار. شو كسرت المطار؟ كسرت المطار؟ ايه قصدك التغييرات اللي صارت في المطار. ايه هذه العام اول ما يعني كلفت بهذه المهمة عقدنا بعض الاجتماعات مع الطيران المدني وخطوط الجوية الكويتية. نعم. وبحثنا خطة لي نقلل من الكثافة في صالة المقادرة. نعم. فقعدنا ندرس واقترحنا عليهم بصراحة ان احنا نشيل الحواجز اللي كانت موجودة ما بين زون 3 وزون 2 بحيث ان احنا نخلي المطار كله اوبن. نعم. يعني مفتوح بالكامل، يعني اذا كنت في اي منطقه في المطار تشوف اللي هو شركه الطيران اللي انت ممكن تتجه لها. فيعني ايدونا بصراحه اللي هم الاخوان ومشكورين بالطيران المدني. نعم. وقمنا بجزء هم كانوا شوي يعني متخوفين من هذا الامر، لكن الحمد لله بدينا في أول زون. لا والله بدأ شوي يعني يظهر المطار كأوسع شوي من الفترة السابقة. فأيضا اقترحنا عليهم أن خلينا نشيل بعد الكتر الثاني. شلنا الكتر الثاني أصبح مطار جديد، بدأت عد الأفكار يعني تينا. هذه التغييرات اللي شفناها الحين. هذه هي الحين إذا أنت دخلتي المطار. ايه. تشوفين إنه كأنه مطار واحد. يعني شركات طيران ما شاء الله موجودة، حتى إذا في أي خلل حتى أمنيا حقنا إحنا صار أفضل، لأنه ما في شيء يعكس عليك. أنت في أي نقطة متواجد فيها راح تقدر تراقب منها. ايضا حتى لو في طوابير خاصه بالتشيك ان في اي شركه طيران ممكن انها تاخذ سعه من داخل المطار، والحمد لله يعني نجحت هذه الخطه. ايضا رجعنا الى منطقه ثانيه داخل المطار اللي هي منطقه اللي يسمونها احنا نسميها منطقه الفا، اللي فيها بوابات، فيها 4 بوابات. ايضا كانت نفس يعني نفس الطريقه بس شوي أصغر. اقترحنا عليهم أيضا أن احنا نزيل هذه الحواجز وإن شاء الله يعني راح يكون، بس هذه شوي يعني أخرونا فيها، يعني أعطناهم احنا الاقتراح بس ما قصروا. أيضا الآن روحوا شوفي مطار، بالعكس يعني صار مطار
على حجم مصغر. اللي هذه فكرتك بالاساس؟ يعني مو انا، الحمد لله فكره يعني اخواني، واحنا يعني حطينا افكارنا وطلعنا بهذه، طلعنا بهذه النتيجه. هذه اللي احنا قاعد نتكلم عنها بالنسبه الى السلبيات والايجابيات ما بعد اي موسم. نعم. ندرسها ليش صارت زحمه، نقعد فتره يعني ما نقعد احنا يوم ولا يومين، لا نقعد فتره ونحط دراسات، لان تدري هذا مطار يعني، هذا المطار يعني ما هي وجهه نظر شخص واحد، يعني يجونك ما شاء الله يعني اطياف، يعني مسؤولين يجونك مثلا فهذا يعني نتيجه العمل الجماعي والتنسيق مع الجهات الاخرى بالمطار، منها طيران مدني. نعم نعم. في يعني هل مطار الكويت يعني مثلا محصن ايضا امام بعض الممنوعات؟ تقصدين فيها ممنوعات يعني في عمليات تهريب تصير ساعات في ثغرات يعني في امن المطار؟ يعني عمليات التهريب هذه تدخل في عمليات الجمارك. احنا عندنا احنا كوزاره الداخليه طبعا عندنا هي الممنوعات الخاصه في دخول الطائره، وهذا طبعا شيء متبع في جميع مطارات العالم، واعتقد ان الكل على درايه بهذا الشيء، يعني لا احد يعتذر والله انا ما ادري، يتعذر والله انا بشغله فلانيه انا جبتها ما ادري عن، لا الان ما شاء الله يعني عندنا الاداره العامه للعلاقات العامه والتوجيه بوزاره الداخليه منقصره توزع بروشورات، ايضا كذلك الطيران المدني المطار ما شاء الله يعني البروشورات متروسه، فالكل مطلع يعني في توعيه للمسافرين، توعيه كامله كامله، برامج موجوده، هذه موجوده موجوده يعني حتى وانت واقف قاعد تقرا شنو اللي مسموح لك وشنو اللي، وبعدين هذا متعارف يعني كل يعني الكل ما شاء الله مسافر، والكل يشوف شنو الاجراءات الامنيه سواء في مطار الكويت او اي مطار اخر في العالم. نعم. في ساعات يعني اثناء اعلان الحلقه في ناس تفاعلوا مع الحلقه ومنهم اصحاب التكاسي الجواله في المطار، فقالوا ان في ناس يدخلون على هذه المهنه ورجال الامن يكونون واقفين. نعم. فيشتغلون وياهم مع انه هم ماخذين ترخيص من الداخليه عشان يمارسون هذه المهنه، بس في ناس ياخذونها منهم ويشوفونهم رجال الداخليه. لا والله شوف في اجراءات متبعه والله يعني. شوفي هو يمكن انا يعني جاتني اكثر من شكوى بهذا بهذا الامر، لكن انت يعني المطار مكتظ، يعني شلون تقدري تميزين بين هذا فعلا سائق ترخيص مصرح له او هذا صاحب تاكسي مو مصرح له؟ حطينا فرق من الرقابه الامنيه كذلك من امن المبنى يتابعون هذا الامر، واعتقد ان الان الامر بدا شوي يعني يتلاشى لان في متابعه. نعم. يعني مثل ما قلت لك ان المطار الكل قاعد يدخل المطار، فاذا انا بتابع كل واحد يمكن ما راح اخلص، لكن قدرنا ان احنا يعني نتعامل مع هذا الحدث، وان شاء الله في المستقبل قريب جدا جدا راح نقضي على هذه الحالة بإذن الله. نعم. سعادة اللواء الحين من استلمت هذا المنصب تقريبا صار لك سنة وشهرين تقريبا سنة وشهرين. نعم. هل أنت راضي على هذه الإجراءات المتخذة في مطار الكويت الدولي؟ والله أنا أفتخر صراحة. يعني أفتخر أن أنا يعني أنا أعتبرها أمانة، وإن شاء الله أنا وإخواني وزملائي في الإدارة العامة لابن المطار راح نبذل أقصى جهد، وهذا مطارنا. نعم. وهذا يعني سمعة بلد، وهذه واجهة، كل ما ظهر بمظهر أحسن كل ما صار يعني شيء إيجابي لدولة الكويت، وإحنا ما راح بصراحة ما راح يعني نعجز عن أي شغلة ممكن نفيد فيها مطار الكويت بكل إمكانياته، بكل الشغلات اللي ممكن يقولون الناس عنها والله مطار الكويت في في في، لا إحنا قاعدين نشتغل، والان في اشادات كبيره، احنا قاعد نواجه شخصيات، قاعد نواجه مسؤولين، انا استانس يعني يعني اكثر من مره اواجه مسؤولين قياديين ملتزم بالدور، بطل شنطته طلع اغراضه قبل لا يدخل على الجيت فصح، يعني قاعد يطبقون اجراءات، انا استانس، حتى الشخص اللي واقف على هذا الجهاز
يحس يعني انه هو في احترام متبادل ما بينه. يمكن في اقليه قد ممكن يناقش في بعض، ليش والله اخذت مني مثلا شغله الفلانيه، ليش اخذت مني شغله الفلانيه. في بعض الامور في بعض المرات نشرح، في بعض الامور انا اتحفظ عليها ما اقدر اشرح. يقول لي ليش اخذت هذه، اقول له خلاص هذه غير مسموح فيها ان انت تاخذها، ممكن تحطها في جنبه اللي تدش بالشحن، ما في خلاف، لان قاعد تواجهنا شغلات يعني عجب. نعم. يعني في امور قاعد توصلنا يعني مو معقول انت هذا تبدا داخل الطياره. ففي بعض الناس لا والله يتقبل هذا الامر، والان اصبحت الثقافه يعني 100%. وفي بعض الاشخاص لا والله لحد الان. وايضا عند رجال الامن اللي يطبقون، هل عندهم او تعطونهم دورات معينه في كيفيه التعامل مع المسافرين؟ نعم نعم، هذه طبعا هذه يعني هذه توصيه القياده العليا بوزاره الداخليه. نعم. ويعني ممثل بسيدي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخليه الشيخ خالد الجراح الصباح على هذا الامر. اهم شيء الامن والامان وسلامه الطائرات وحسن التعامل. نعم. يعني هذه انا كل يوم اعيدها، يعني حتى على اخواني الضباط، هذا بكل امانه قاعد نشوفه احنا بعيننا. بالضبط. يعني ثلاث يعني لا زيد عن ثلاث كلمات. نعم. تسلم، لو سمحت، بحفظ الله ورعايته. غير ثلاث حشوات هذه لا تقول، انتهى. وبالعكس قاعد نشوف يعني انا استاني بصراحه، يجونا مرات يعني حريم كبار يعني تمدح قواكم الله عساكم على البلد. حتى الشخص اللي قال بالتقرير انه حتى يوفرون الويلتشير لا خدمات امانه لا خدمات يعني ممتازه يعني ويوفرونها يعني للكل الشركات اللي بدون قاعد تقدم اي تفرقه يعني. يعني قاعد تقدم الشركات اللي يعني اللي ماسكه مطار دوله الكويت كخدمات مشكورين. انا قلت لك الان احنا جروب كامل، جروب واحد ايا كان، سواء كانوا يعني قطاعات حكوميه او وزاره الداخليه او شركات خاصه، متعاونين جدا، لان الثمره ما تطلع من جهه واحده. نعم. احنا كلنا تكاتفنا وكلنا عزمنا وعقدنا العزم انه لازم احنا مطار الكويت يكون يعني في يعني على مستوى اعلى واعلى واعلى ان شاء الله بين مطارات العالم. والله يعطيكم العافيه، يعني شفنا بعيننا وشفنا شلون رجال المرور يوقفون بالمواقف نفس ما قلت بعز الحر هذا. نعم. ويقعدون يحاولون انهم ينظمون السير رغم درجات الحراره العاليه. سعاده اللواء شكرا لك على هذا الحوار، وسامحنا اذا ضغطنا عليك. لا بالعكس. مشكور وما قصرت، وشكرا مشاهدينا لهذه المتابعه، ونلقاكم في حلقات اخرى من برنامج لقاء الراي.